مايك، انا عندي 13 14 كده. تمام. انا دخلت كده صح؟ تمام. مش انت عملتي انضمام؟ اي تمام، يبقى ده احنا النظام جديد، انا اول مره بطبقه معاكم اهو، انا اول مره اطبق معاكم النظام ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع درس جديد او المرحله الثالثه من الرياضه. الناس اللي ما حضرتش هنبتدي نخلص ان شاء الله ونراجع، ممكن نراجع التفاضل بعد كده كله في حصه واحده، ممكن نراجع التكامل كله بعد ما نخلص في حصه واحده. الميكانيكا، التطبيقات التكنولوجيه، ممكن ناخد بابين مع بعض وثلاث ابواب مع بعض، نخلص الميكانيكا كلها في ثلاث حصص، وبعد كده قبل ما نخش نحل الامتحانات. الانجليش هناخد كل ثلاث يونت مع بعض اربع حصص، نخلصوا الانجليش كله وهكذا. طيب، موضوع التكامل النهارده، موضوع التكامل موضوع بسيط جدا، جميل، ما شيق، حاجه ممتازه الصراحه. يعني اللي فاكر التفاضل ده عكسه بالظبط، ده عكس التفاضل بالظبط. نيجي المسألة زي دي كده اهي، تكامل، تمام، تلاقي العلامه دي كده او العلامه دي كده، الاثنين بمعنى واحد، معناها التكامل. بيقول لي ايه تكامل 12 س اس 5؟ هقول لك بتساوي ايه بالراحه كده، هتبقى 12 س، ازود الاس واحد واقسم على الاس الجديد، واقسم على الاس الجديد، زائد حاجه اسمها ثابت تكامل. يعني هتبقى على 6 فيها الواحد على 6 فيها الاثنين، هتبقى 2 س اس 6 زائد ثابت. يبقى التكامل معناه ايه يا مستر؟ ان انا هزود الاس واحد واقسم على الاس الجديد، واضح؟ طيب مسألة تانية، طب افرض مفيش س يا مستر؟ سهلة، هتبقى 5 س زائد ثابت التكامل، 5 س زائد ثابت التكامل. طب افرض فيها س يا مستر؟ عايز حد يحل لي دي كده؟ باشمهندس أنور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد مع حضرتك. يلا يا سعيد. هيبقى 5 س زائد الثابت. 5 س تربيع على 2 زائد الثابت، أزود الأس واحد. هو الأس ده يا سعيد مكتوب واحد بس ما بيكتبهوش. طبعًا طبعًا ماشي تمام. لما أزود عليه واحد هيبقى 2 وأقسم على الأس الجديد، يبقى أنا كده خلصت. حد تاني كده يحل لي المسألة دي غير سعيد. سينوس محمد نيل. ماشي يا محمد يا نايل، هتبقى 5 س 15 5 س على 2 على 5، 15 س اس 5 على 5 زائد ثابت التكامل. على 5 فيها الواحد على 5 فيها الثلاثة هيبقى 3 س اس 5 زائد ثابت التكامل. انا كده خلصت المساله، انا كده خلصت المساله. اي استفسار؟ اللي عاوز يستفسر عن حاجه قبل ما نخش على السباق بتاع المسائل اتفضل. يا باشمهندس انور بعد اذنك اتفضل. يعني انا دلوقتي لو عايز اتاكد ان الحل بتاعي صح، اروح جاي اعمل اكن بعمل مشتقه، هفضلها هفضل 3 س اس 5 هتطلع 15 س اس 4. ما بقولش الكلام ده دلوقتي، يعني انا دلوقتي انا ماشي لسه النهارده في اول حصه اسمها ايه، حصه التكامل. ما بقولش الكلام ده اتاكد ازاي واعمل ازاي لما الناس تبقى محترفه معايا شويه. تمام تمام تمام. طيب اي استفسار، اي سؤال قبل ما نخشه؟ كلنا دخلنا على الكلاس بوينت علشان ممكن يا مستر تعيد تاني. حاضر، يعني عيد تاني طبعا، يعني طبعا. حاضر، المسألة واضحة قدام منكم صح؟ مسائل واضحة، الشيء واضح يا شباب. تمام يا باشمهندس. ايوه خلونا بس كده مع الشباب، بمسح كل اللي انا عملته، كل مجهودي اتمسحه اهو. بص يا شباب، ناخد القلم الجميل ده. الراجل بيقول لي انا عايزك تكامل، خلاص، تكامل 12 س اس 5.
خلي 12 دي زي ما هي اللي هو السابع. يعني ده باشمهندس انا عشان ما اتمنتش تاني بعد اذنك. المساله تكامل 12 س اس 5 نقطه د س. يعني المساله دي ايه بقى؟ ده بيقول لي اوجد تكامل ايوه او العدد او المعادله دي بالنسبه ل س. خلاص والثابت ده انا في المستقبل هجيبه بس انا مش النهارده هجيبه. يعني الثابت ده له معنى في التكامل اسمه ثابت التكامل. له معنى وانما النهارده انا مش هجيبه لسه قدام مني شويه عشان احسبه. فبعمل ايه؟ فبقول 12 ازود بالقص واحد ده بدي س قص 5 يا مستر اخليها س قص 6 واقسم على القص الجديد اللي هو مين؟ 6 زائد ثابت التكامل. على 6 في على 6 في الاثنين طلعت 2 س قص 6 زائد ثابت. لغايه كده في سؤال؟ ما فيش سؤال. طيب لا تمام. العدد الوحيد بقى العدد ما فيهوش س هيبقى التكامل بتاعه 5 س زائد مين؟ زائد الثابت. زائد الثابت. طيب طب 5 س يا مستر 5 س هتبقى 5 س تربيع على 2 زائد ثابت التكامل. 15 س اس 4 يا مستر 15 اهي الس ازود 1 تبقى 5 على 5 زائد ثابت التكامل. على 5 فيها 1 على 5 فيها 3 يبقى 3 س اس 5 زائد الثابت. كده انا عدت تاني. حد له اي استفسار؟ طب مستر لو هي جايه كسر اللي انا فيها الكسر هجيبه يا جماعه انتوا بتستعجلوني ليه بس انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم لما تكون جايه كسر ولما تكون جايه جزر. هو احنا مش المفترض مش المفترض ان الراجل اللي بيشرح ده دارس تربوي وبيمشي بالخطوات بتسلسل معين. انا بمشي بتسلسل معين يا جماعه ما حدش يستعجلني بالله عليكم. يعني لو في حد لو في حد مستعجل يا جماعه ماشي يعني ما يخرج من الحصه مش مشكله. انما انا بمشي واحده واحده انا عارف مستوى الناس اللي معايا ايه. انا عارف مستوى اللي ماشي معايا. وانت لو صبرت شويه لغايه اخر الحصه هتلاقي نفسك اوتوماتيك انا شغال معاك. هقول هجاوب على الاسئله. انما انا ما اقدرش بنت بتقول لي يا مستر عيد لي تاني ها وانا ما منعتش. يلا يا رانيا قول عايزه ايه. يا رانيا رانيا رفع عليها. اقفل المايك يا ليلى اقفل المايك. طيب نرجع بقى تاني ليه الباور بوينت بتاعنا اهو. ادي الباور بوينت بتاعنا اهو. خلصنا كده يا مستر. خد بالك بقى جالك امتحان دلوقتي اهو. جالك دبلوم 2019 تمام. في مسألة من المسائل دي جت في الامتحان بالظبط. هتخش انت بقى سيادتك على الكلاس بوينت وكاتب هتحل المسألة الأولى تمام وبعتها بنفس المنطق بنفس المنطق. زود القص واحد واقسم على القص الجديد. زود القص واحد واقسم على القص الجديد وهكذا. وهتختار من A B C الإجابة الصحيحة أي واحدة فيهم اختار وإجابتك هتجيني. يعني المسألة المسألة اهي وعندك ثلاث اختيارات. ادي المسألة اهي. هل المسألة دي هتختار منها انت الـ A ولا الـ B ولا الـ C على حسب ما انت عايز. حل يا فندم حل وهجيلك الاختيار شوف انت هتختار ايه. ودي جاية في الدبلوم اهو عشان في ناس ياما بتقول لي يا مستر احنا عايزين نشوف الامتحانات الدبلوم بتيجي ازاي. اهو ده سؤال اهو درس النهاردة. نقفل المايك لو سمحت. بس يا مستر حاطط تايمر معين ولا هو يعني هيعد كده؟ لا مش حاطط. انا مش حاطط تايمر النهارده يا جماعه. انا مش حاطط تايمر. المفروض المساله اتحلت يعني ولا ايه؟ حلينا كده. انا نفسي حليت المفروض وانا حليت تمام.
ممكن تسيب المسائل شوية بس مش ناقص. حاضر. عاوز اجاوب يا مستر. نعم. عاوز اجاوب. حاضر. هو انت حليتي مع الكلاس بوينت ولا لا؟ حليته في الكلاس بوينت ولا نعم. حليت دي. انا يعني انا حليت بس جت اضغط ضغطت على الاجابه مش اللي انا عاوزاها. اعمل ايه؟ حلي تاني. طب ثواني. انا حليت المساله دي. تمام. حاضر. هنشوف دلوقتي انا بس يظهر عندي اللي حله ما هو. كم واحد حل يا جماعة؟ انا حليت يا مستر. انا حليته. وانا كمان. انا لحظة بس المسألة الاخيرة. مش مسألة اخيرة هي مسألة واحدة وانا هختار الاجابة الصحيحة يا سعيد. انا حليت الاولى والثانية. هي لا 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 هي مسألة الأولى اختيارات واختار الإجابة الصحيحة ألف ولا به ولا جيم. أنا بحل في ال أنا بفاضل الحلول حضرتك جايب. لا أسف ما فهمت غلط. معلش معلش ما أنا بقول لك عشان هي أول مرة بس خلينا في أول مسألة كده إيه نختلف مع بعض ولغاية ما نوصل لدرجة صحيحة. بيقول لي اوجد في الجهات في دبلوم 2019 اوجد تكامل 9 سين تربيع زائد 2 سين زائد 6 بالنسبة لدالة سين. تمام. هل هو الف هل هي ب هل هي جيم كده. ادينا احنا بنتعود مع بعض. ليه يا مستر بيطول كده وهو بيحمل؟ هو حمل اهو. انا عندي 6 انفار حلوا الاجابات الصحيحة اهو. عندي 6 انفار واخدين 100%. جماعة اللي بشغل القرآن نقفل المايك لو سمحتم. نقفل المايك. انا عندي الموضوع اهو 6 انفار دخلوا حلوا 100%. طيب ماشي يعني كانت مؤقتا كده ماشي الحال. 7 100%. 7. طيب مش هتعرف هم مين يا مستر؟ والله بص انا عمال اتضرب معاكم. المفترض انه يطلع اسماء الناس. المفترض انه يطلع اسماء الناس. ممكن تدوس على رقم 7 على الشمال ده يا مستر هيطلع الناس تقريبا. 7 اللي على الشمال دي انا بدوس عليها ما بيطلعش حاجه. او 8 كمان. 8 بقوا 100%. او على العمود كده على العمود اللي هو رسم الباني ده كده ممكن. اه في آية بيشوفوا ازاي. آية سالم وفي مريم وفي فاطمة في احمد كمال في محمد نايل وسيد عبد العزيز وفي مجدي. تمام يعني انا كده انا كان عامل مشكله عندي مش عارف مش عايز. تمام يعني احنا كده احنا كده اتعودنا على كده صح. انا كده على فكره بس في مشكله. طيب. انا اسمي مزار يا باشمهندس انور سعيد. الاسماء اللي عندي يا سعيد هي ايه سالم ومريم وفاطمه واحمد كمال ومحمد ومحمد نايل وسيد عبد العزيز ومجدي. طيب انا بقى انا السبب انا بقى بص اشتكي لجوجل. ماشي. طب يلا حل المساله اللي جايه دي. مشكله عندك زي حل المساله اللي جايه دي. يلا هو عايز تكامل س اس سالب 2 بالنسبه لدال س ودول اختيارات يا سعيد ودول اختيارات. هل الاختيار الاول ولا الاختيار الثاني ولا الثالث انهي صح مستر لو سمحت؟ مش اجابه المساله اللي فاتت كانت رقم ايه؟ ايوه ما احنا طالع خدتوا الدرجه النهائيه يا جماعه عايزين ايه صح. طيب بتأكد بس. لا يا فندم كل اللي دخل حل 100%. كل اللي دخل حل في 100%. بس انا والله باجتهد في حتة الاختبارات دي باجتهد عشان الناس تطلع صح. انما المسألة هي دي يا جماعة عشان ما حدش يتلخبط معايا تاني. دي المسألة. دي المسألة. لسه ما ظهرتش مصر على الكلاس بيونت يا مصر عندي. ما ظهرتش عندكم؟ طب حد تاني ما ظهرتش عنده قولولي.
اه يا مستر ما ظهرتش عندي. انا ما ظهرتش عند الناس كلها ما ظهرتش. ايوه ما ظهرتش. خلاص يبقى الغلط عندي انا بقى. خلاص هنعمل كده وهعمل كده تمام وهعمل كده طب ظهرتش عندي برضه لسه. الباوربوينت ظهر ولا لسه ما ظهرش؟ لسه. طب كده لا ظهر كده مثلا. طب يلا اشتغلوا حلو يلا. في ناس دخلت وحلت، في اتنين دخلوا وحلوا المساله جابوها 100%. في اتنين اقول لهم مين؟ في فاطمه وفي سيد عبد العزيز. بسم الله ما شاء الله. تمانية دخلوا من 17. تمانية من 17. المستر هي عامة مش زهرة برضو كده زهرت. هي ايه اللي مش زهرة؟ طيب عشان ابقى واخد بالي. الصورة في الكلاس بوينت ما كانتش زهرة. طب زهرة كده؟ اه كده زهرة. طيب اقول مين؟ عندي مجدي وسعيد سامي عمرو محمد آية سالم وأميرة محمد. دول جايبين درجة نهائية. وفي واحد غلط، فاطمة عبد الله. انا مقصودش ان انا اقول حد غلط يا جماعة، انا مقصودش، انما احنا بنتدرب مش اكتر. طب ايه الصح يا مستر؟ حاضر. هو انا يا مستر اسمي مش ظاهر ليه يا مستر؟ الاسم ما ظهرش. انا قلت يا جماعه، مش انا قلت اسماء، انا قلت اسماء والله. مين يحل معانا الصح؟ طيب مين يحل معانا مساله صح؟ انا يا باشمهندس. يلا اتفضل حل ازاي المساله دي جماعه. اللي معاه المايك يا جماعه، بس اللي بيكلمني هو اللي هيحل والباقي كله يقفل المايك. يلا حل. انا مستر ولا في حد تاني؟ في حد قبل كده قبل منك قال لي انا حل يا مستر، بس انا عشان الاسماء مش قدامي. يلا يا عمرو. يلا يا عمرو حل يا عمرو. يلا يا عمرو. هتبقى س اس سالب 1 زائد س. خد بالك بقى يا عمرو، انا عايز احلها واحده واحده بقى. انا عايز احلها واحده واحده. س سالب 2، هو انا لما قلت التكامل هو عباره عن ايه؟ بزود الاس واحد صح؟ بزود الاس واحد واقسم على الاس الجديد اللي هو سالب 2 زائد 1 زائد ثابت التكامل. سالب 2 موجب 1 هيدينا ايه؟ سالب 1 هيدينا اس سالب 1 تمام؟ سالب 2 زائد 1 هيدينا سالب 1. لو انا عملتها في المقام سالب 1 تمام زائد ثابت هيبقى هي سالب س اس سالب 1 زائد ثابت التكامل اللي هي الاولى اللي كانت بتسالني كده. فهمت؟ رقم تمام. وصلنا كده تمام. ده الغرض، ان انا عايز اوصل للنقطه دي كده. طيب وفي حاجة تانية بقى كمان، لما يجي يديني س أس سالب 1 دي معناها ايه يا ولاد؟ يعني 1 على س برضو. ان انا بشيل الايه السالب ده وانزل مين في المقام. طيب 1 على س تربيع، 1 على س تربيع ممكن اخليها كده س أس سالب 2. معايا الناس؟ لا يا باشمهندس معلش، حتة تانية س أس سالب 1 دي جت س 1 على س ازاي بعد اذن؟ هقول بسم الله الرحمن الرحيم. بص لما يجي يقول لي
واحد على سين هي هي سين أس سالب واحد. يعني دي هي في المقام تمام؟ عشان أنا أخليها في البسط بخلي الأس ده إيه؟ هي أساس الأس واحد. أخلي إشارة الأس إيه؟ سالبة. طيب واحد على سين تربيع تبقى إيه يا مستر؟ ما أنا مش هعرف أكملها كده، مش هعرف أكملها كده. أخليها إزاي مستر؟ أخليها سين أس سالب اتنين وطبق عليها الإيه؟ وطبق عليها زود الأس واحد وأسمع الأس الجديد. طيب واحد على سين تكعيب ها؟ هتبقى سين أس سالب تلاتة عشان ما تلخبطش فيها. أس سالب تلاتة تمام؟ ها؟ واحد واحد على سين أس أربعة يبقى سين أس سالب أربعة. سين أس سالب أربعة. خلاص كده؟ فهمت الحتة دي كده؟ سهلة؟ خدوا بالكم بقى من القانون ده. لما تجيني بالشكل ده مسألة. معلش يا باشمهندس أنور أنا آسف. نعم. هي ما تجيلي سين أس سالب واحد بعملها عادي زي عادي بزود على بزود على الأس واحد واسمع الأس الجديد. زي ما عملت في دي يا مجد يا سعيد أهو. أه. زي ما عملت في دي مش هي كانت سين مش ده اللي أنت حليته دلوقتي؟ أنا آسف يا مستر. ها؟ مش دي كانت سين؟ أنا خليها سين أس سالب واحد كده يا مستر وحلها لنا بعد إذن. سين أس سالب واحد هو راجل عايز يكامل سين أس سالب واحد بالنسبة لدالت سين. خلاص؟ تمام تمام. اتفضل بقى كامل كامل. هتكامل دي ازاي؟ هزود على الأس واحد اللي هو سين أس. هيبقى سين هيبقى سين ها سالب واحد زي ليه؟ زائد واحد زائد واحد على واحد. أي حاجة أس صفر بتبقى واحد. تمام. اي حاجه اس صفر بتبقى كام؟ لو انا عندي 9 9 اس صفر ب 1 100 اس صفر ب 1. خلاص. اي رقم ما انت هتقسم بقى الاس الجديد صح ولا لا؟ تمام على 1. 1 على 0 يدي لك ايه؟ ما لا نهايه. ورحت ورحت تمام. يعني الاجابه بتاعتها دي تبقى ايه؟ 1 على ما لا نهايه يعني 1 على 0 ملنا. لا مش ملا نهايه على ملا نهايه او صفر على صفر كميه غير معينه او كميه غير معرفه. واحد على صفر يعني النتيجه واحد على صفر. النتيجه واحد على صفر بقى بتتساوي كده بتتكتب كده ملا نهايه. تمام. طيب نقفل المايك نقفل المايك نيجي بقى هنا نيجي هنا يقول لي تكامل. نقفل المايك لو سمحتوا. الف سين زائد ب أس نون تكاملها دي بإيه؟ تكاملها دي تاخد الألف دي تحطها في المقام يبقى واحد على ألف. ده إيه؟ دي قاعدة، دي قاعدة تمشي عليها، قاعدة تمشي عليها. يبقى واحد على المعامل بتاع سين. المعامل بتاع سين اسمه كام؟ ألف. الألف ده ممكن يبقى خمسة ستة سبعة كده يبقى واحد على ألف. بعدين الكوس زي ما هو تمام وزود القص واحد، زود القص واحد اهو، زود القص واحد اهو، واقسم على القص الجديد، اقسم على القص الجديد اهو. طب ادينا مسألة عشان نفهمه. اتفضل مسألة. اول راجل عايز تكامل خمسة سين زائد تلاتة الكل قص اربعة بالنسبة لدالة سين. اه دي على هيئة القاعدة اهي، دي على هيئتها بالظبط. اخد بقى ايه الحل بتاعها؟ واحد على الف واحد على خمسة اللي هي المعامل بتاع سين اللي قصاد سين اللي مع سين اللي قدام سين يبقى واحد على خمسة. وبعدين القص زي ما هو زي ما هو زود القص واحد يا فندم ده قص اربعة خليها قص خمسة على كام؟ على القص الجديد. يبقى انا عندي في المقام 5 في 5 ب 25 وتفضل الايه القص زي ما هو قص 5 زائد ثابت التكامل. اللي عنده سؤال اقول تاني اشرح تاني ممكن ثلاثه تاني اشرح تاني اعاودها تاني. القاعده دي قاعده ها مسلم بيها اهو تكامل قوس مرفوع لقص معين تمام. نمرة واحد نقفل المايك
والله العظيم الكلاكس اللي ضرب ده ضرب في ودان يا جماعه. ناخد الالف. طب الالف دي مين يا مستر؟ اللي هي قدام سين، 3 سين، 4 سين، 100 سين، اخدها واحط ايه؟ واحد على الرقم اللي هو قصاد اللي قصاد سين، شايفين كده؟ طب هنا بقى دي 5 سين يا مستر، يبقى 1 على 5، 1 على 5. تمام؟ واضحه كده ولا لا؟ يبقى ده الشق الاول اهو. الشق الثاني الف سين زائد ب، الكل اس سنون زائد 1، يعني زودت الاس ده ماله؟ 1. الاس كان 4 خليه 5، الاس 6 خليه 7، الاس 8 خليه 9 وهكذا. تمام؟ واقسم على الاس الجديد ايا كان. يبقى لما نيجي نطبقها هنا 1 على معامل س اهو 1 على 5. تمام؟ ها القوس زي ما هو وزودنا الاس 1 كان 4 خليناه 5. شرطة كسر قسمنا على الاس الجديد، ضربنا بقى ال 5 في 5 في 25 وخلينا الكلام ده زي ما هو. حد له استفسار ولا تاخدوا مساله تحلوها؟ اسمع رايكم. يعني الاسئله ثابت صح؟ ايه ده اللي ثابت؟ لو 5 س زائد 3 اس 5. 5 س من هنا لهنا ثابت، ما حصلش حاجه فيه خلاص. انما هو كان اصله كام؟ 4 زودنا 1 بقى 5. بالظبط كده. بالظبط كده. حد له اي استفسار؟ ملناش اي استفسار. المسألة دي جت في دبلوم 2018 كتبتها لك وقلت لك ثلاث خيارات اهم عندك، ثلاث خيارات تقدر تخش تختار الإجابة الصحيحة اللي انت عايزه بقى. اي واحدة فيهم إجابة صحيحة. يا دي 36 ولا 26؟ 36. 36. افتح قوس 4 س سالب 3 الكل اس 5 بالنسبة لدالة س. طب حد حل؟ حليت يا مستر. طب انا البرنامج ما جابليش حد حل. ما هو مش ظاهر عليه. مش ظاهر على ايه؟ على البرنامج. مش ظاهر عندي يا باشمهندس. ايه دي اللي مش ظاهره؟ السؤال؟ السؤال مش ظاهر؟ لا. طب استنوا. طب استنوا. نعم نعم نعم. اللي بيقول لي يا مستر مش ظاهر عندي يا مستر. طب حاضر حاضر، بحل المشكله اهو. انا بحل المشكله دلوقتي اهو. انا هحل المشكله دلوقتي حالا اهو. شوف كده، ده الكلاس بوينت، ده الانت بوينت. تمام. ده مالتي تشويس اونلي وان كوتس مالتي تشويس اهو. تمام. سوت كويشن. طيب حاولوا كده. كده ظهرت؟ يا مستر ظهرت. يلا حلو. هو لازم تصبروا عليا بقى لغايه ما انا اتعود على الكلام ده. حد بدأ يحل؟ واحد حل. اول واحد حل سيد عبد العزيز، برافو عليك سيد صراحة. يعني اول واحد زيد طلقة. اتنين وقعنا في الغلط. مين ده؟ يا فاطمة يا عبد الله ركزي شوية، حل تاني، حل المسألة. يا عبد الرحمن يا منصور حل المسألة تاني لو سمحت يا مستر. نعم. وانت اخدت قاعده تانية ولا ايه؟ عشان النت فصل عندي بس. ايوه احنا خدنا قاعده تانية. النت فصل عندي بس يعني. طيب هراجع عليها. حاضر بس ثواني بس عشان الناس بتشتغل بتحل.
تلاتة بس اللي حلوا. طب اجيب حل تاني ازاي يا مستر؟ حل تاني ازاي؟ ما انت مش انت مش هو ايه اللي راح غلط؟ انا ما اعرفش الف ولا ب، هنحلها مع بعض دلوقتي. انا ما اعرفش مين الصح. طب انا عايز اجيب حل تاني. مستر نعم وانا مش عارف. انا واقف عندي يا مستر على الاختيار بتاع المساله اللي فاتت. واحد اللي هي ايه واقف على كده ايه؟ اعمل ريفرش يا محمد، اعمل ريفرش. واقف على كده يا جماعه، اطلعوا خالص من اخلاص، اطلعوا خالص يا جماعه من من الكلاس بوينت وخشوا تاني. هو لو عمل ريفرش هيشتغل. اعمل ريفرش وخش تاني. هو الاجابات اللي موجوده انا بحلها كده بره. نعم معايا يا باشمهندس؟ نعم. هقول لحضرتك انا بحاول احلها بره كده علشان اوصل الاجابه من الاجابات اللي موجوده، مش بيطلع عندي ناتج تاني خالص. تمام، انا عايز بقى الناتج التاني خالص. انا عايز الناتج التاني خالص. خلاص يا جماعه. طيب بصوا، النواتج دي كلها، النواتج دي كلها يا جماعه ما فيهاش ولا واحد صحيح. هي واحد على 216. النواتج دي كلها. نقفل يا شباب المايك عشان صوت القرآن حرام، حرام صوت القرآن ده، اقسم بالله. واحنا شغالين في رياضة حرام. بصوا يا شباب، طلعت معايا 3 على المسألة دي، هناخدها اهو بالاحمر اهي. هاخد ال 36 اهي، هاخد ال 36. الشير واقف يا باشمهندس، الشير واقف. يا جماعه اللي فاتح مايك وما بيتكلمش اقفلوا يا جماعه عشان مش سامعين حاجه. انا ممكن اقفل المايك على الناس كلها، بس مش هيبقى فيه نوع من المشاركه. والله عادي يعني، واقعد اشرح انا عادي، اعمل عزف منفرد، بس انا حابب المشاركه دي يعني. ما تصدعنيش بقى. خد بالك يا باشا، ولا حل من دول صح. امال ايه الصح يا باشا؟ انت هتاخد ال 36 دي، تمام؟ طبق بقى القاعده اللي هي بتقول ايه. واحد على ألف يبقى واحد على كام؟ واحد على أربعة، صح ولا لأ؟ طيب نعمل بس دي كده، واحد على أربعة، والكوز زي ما هو. أيوة، أربعة سين سالب تلاتة الكل أس. ها، ستة. واقسم على ستة. حلو. الستة فيها الواحد على الستة فيها الكام؟ الستة على الاثنين فيها الاثنين، على الاثنين فيها التلاتة. المسألة الصح كده، تلاتة على اثنين أربعة سين سالب تلاتة الكل أس ستة، يبقى تلاتة على الاثنين، يبقى تلاتة على الاثنين. اللي حل كده يا شباب صح، اللي حل كده يا شباب صح. ليه انت عملت لنا الحلول التلاتة خطأ؟ ليه انت عملت لنا الحلول التلاتة خطأ؟ لان انا عندي اعتقاد كامل ان في ناس هتختار. برضو شغلوا المايك يا جماعة، مش شغال. كاميرا ماشي. الغي الشير. هو احنا شباب، هو احنا صغيرين؟ ده احنا دبلوم، ده احنا باش مهندسين. ده انا عندي ناس فوق الثلاثين سنة واخدها دبلوم قبل كده وبتخش كلية هندسة وبتاع. انا بحاول اشتغل معاك بقدر المستطاع، خبرة السنين دي كلها احطها تحت رجليك، بجيب لك مسألة وبرغبطك وبعملها. انا عايز اللي بيحل يحل يبقى متأكد من نفسه. انت بتحل في ايه؟ انت بتقول ايه؟ والبرنامج ده كلاس بوينت، سمعت ان الناس اشتغلت بيه والناس مبسوطة بيه، قلت خلاص اطبقه واجربه معاكم واحدة واحدة. تمام، يبقى النتيجة ايه؟ النتيجة اصبروا بس شوية عليا عشان اقدر افهم. حرام عليا انا من ال 24 واحد دول في جميع انحاء الجمهورية. ها، هم انتوا عارفين عدد طلبة الدبلوم كام؟ بالملايين. لما يقول لي انا 24 واقعد افهم فيهم واحدة واحدة، انا خير عندي من الملايين. فادوني فرصة اشرح مرة واحدة
واحده واحده بالراحه لغايه ما اخلص بقى مراجعاتي واخش على الامتحانات يبقى اللي فيرود يتكلم. انما من فضلك سيبني سيبني يعني ارفع ايدك وانا لما اخلص. طب اتفضل يا سعيد عايز تقول ايه؟ الناس اللي رفع ايديها لازم اتجاوب معها. سعيد رفع ايديك. لا انا كنت رافع ايدي من بدري بس حضرتك احنا اسفين الناس بتفتح المايك معلش قصبنا عنهم تقريبا يعني. معلش انا راجل عندي الضغط وسكر الحاجات دي كلها يا جماعه بتتعبني. انا راجل كده بتتعبني والله ما ضرني مجهود. اولى ثانيه انا اولى ثانيه تعبوني بلغي معهم الحصص بتاعي. فخلينا احنا مع الكبار بالراحه بقى. اميره محمد رفع ايديها. ليلى رفع ايديها. ها ها طيب الحمد لله كده ما حدش رفع ايده يبقى ما حدش عايز يتكلم. سيبوني بقى اشتغل بالله عليكم عشان يبقى الحصه يعني لها فايده. الاختبار اللي انا عملته النهارده ده تجربه انا مش بختبرك. ده الاختبارات جايه. اختبارات جايه فينا مستر. اختبارات جايه ان انا كنت عايز اعمل لك على اللي اشتغل معايا قبل كده في الاختبارات الالكترونيه بحاول اعمل لك مراجعه من اول خالص اللي هي لو تفتكر فاكر التحليل المقدار الثلاثي والفرق بين مربعين وبعد كده خدنا النهايات وبعد كده خدنا التفاضل. بحاول اعمل لك امتحان شامل كل ده. في حاجات في التكنولوجيا كده يعني مضايقاني شويه زي الجذر وزي التربيع وكده هوت بتضايقني في الاختبار الالكتروني. بحاول اشوف لها حل. تمام بحاول اشوف لها حل. انما خلينا احنا النهارده انا عايزك يعني تمشي من هنا عارف يعني معنى التكامل. معنى التكامل احنا قلنا زود القص واحد وقص بالقص جديد. حالاته ايه بقى؟ خليني بقى كده واحده واحده بالله عليك ها اشتغل. خليني واحده واحده اشتغل. ارفع ايدك وانا من حين لاخر بقف وقفه كده اقول مين عنده سؤال. نشتغل الشير واقف يا مستر بعد اذنك. انا عارف والله عارف. ما احط شريحه جديده عشان هشتغل حاجه جديده. ثانيه واحده عشان هنشتغل حاجة تانية. نشتغل على حاجة تانية. ادي الشير. طب مني كده قول لي الشير شغال. شغال يا باشمهندس. تمام اشكرك. يبقى انا عايز بعد كده اقول ايه؟ عايز اقول لما يجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ انا عايزك تكامل دال سين على 7. دال سين اوجد دال سين على 7. مين يعرف يحلها لي دي؟ كانها سبع دال سين. برافو عليكي. هتبقى كانها سبع دال سين تكامل. طب وتكامل اي عدد اقول له ايه؟ قول له 5. تكامل الخمسه قلنا عليها تكامل 5 بكام؟ 5 سين. برافو عليكي 5 سين. طب والسبع هتبقى سبع سين زائد ثابت. بس خلاص خلص تعرفي. طيب تكامل واحد على سين تربيع بالنسبة لدالة سين. شيل الشير ورفع ايدك. شيل الشير اهو. هشيل الشير وارفع ايدك حضرتك وانا هشوفك. ارفع ايدك اللي عايز يحل المساله دي معايا. معايا سعيد ومعايا ايه. اتفضلي يا ايه. باين الشير قدامك يا ايه. باين. طب قولي لي بقى هنعمل ايه في ديت. كانها سين اس سالب 2 بالنسبه. برافو عليكي. اللي حتى لسه انا مكلم فيها ايه. كانها ارفع السين تربيع دي تمام وخليها ايه سالب بالنسبه لدالة سين. يلا بينا. تبقى تكاملها دي بايه؟
هتبقى سين أس سالب واحد على سالب واحد، هتبقى سالب سين على سالب واحد كده، على سالب واحد كده، زائد ثابت التكامل هتساوي ايه بقى؟ سالب سين أس سالب واحد سالب سين أس سالب واحد زائد ثابت. ها ممكن اخليها بالشكل ده، قوليلي صح ولا غلط؟ واحد على سين أو ممكن اقول لها سالب واحد سالب واحد على سين صح مظبوط كده صح؟ ايوه. اشكرك اشكرك. حد معترض؟ لا الشرحه دي اتكلمت بعد اذنك. اعترضنا اهو. احنا اتفقنا لسه في الشريحه بتاعت الباور بوينت، قلنا ان التكامل ده واحد على سين تربيع، هخلي المقام ده عشان اعرف اكامل اخليه اس سين اس سالب ايه؟ اتنين. والمفترض دي خلاص قلنا عليها قاعده ومحدش يتكلم فيها. خلاص يا مستر. سيادتك زود القص واحد. زود القص واحد يعني ايه؟ زود القص واحد يعني ايه؟ يعني هي كانت سالب اتنين زائد واحد، يبقى الناتج يطلع بكام؟ سالب واحد اهو. واقسم على القص الجديد اللي هو سالب واحد، هتبقى سالب طبعا على واحد، مش هكتب الواحد في المقام، سين قص سالب واحد. طب ما انت بنفس النظرية، هي كانت سين تربيع في المقام، قلتها في البسط سين أس سالب اتنين. لما تكون أس سالب واحد عايز ارجعها لأصلها، رجعها يا فندم للمقام، ولكن شيل كلمة الايه؟ شيل كلمة السالب. واضحة ولا لسه؟ هتبقى سالب واحد على سين زي السابت بالظبط كده. تمام؟ طب يلا عشان نشوف لكم مسألة كمان، يلا عشان نشوف فكرة، فكرة كمان. ايه فكرة كمان دي؟ طيب واحد يكمل لي دي كده، ارفع ايدك برضو. تكامل سين أس سالب تلاتة بالنسبة لدالة سين، ارفع ايدك يا فندم وانا هقول. من وائل، يلا يا منى. منى وائل طلعت بره. ليلى، ايه سالم؟ ايوه يا باشمهندس. يلا يا ايه. هي بتاع تمام، هتبقى سين، هنزود على سالب تلاتة واحد، هتبقى سالب اتنين، هتبقى سين أس سالب اتنين على سالب اتنين هتساوي زائد ثابت بس. خلاص على كده ولا عايزة تخليها ازاي؟ او ممكن اقول واحد على على اتنين سين أس اتنين. برافو عليك، بس كده حلو، كده حلو. طب لو سبتها كده مستر صح، لو جبتها كده انت يا راجل فيرود، انت راجل لعيب. خلاص انت فاهم يعني ايه بقى سالب اتنين تنزل للمقام ايه؟ ها الموجب، تبقى تربيع، تبقى تربيع. ناخد فكره كمان، ناخد فكره كمان. طيب قبل ما اقول الفكره اقول لك يا باشمهندس، جذر السين ده هو عباره عن سين اس نص. جذر السين ده ايه؟ عبارة عن سين أس نص. اكتبها ملحوظة عندك، اكتبها ملحوظة. والراجل بيقول لي أنا عايزك تجيب لي تكامل جذر سين بالنسبة لدالة سين. يلا ارفع ايدك، ارفع ايدك. انا رافع ايدي من بدري يا باشمهندس، انت ناسيني خالص والله. يا سعيد معاك وحل، وخليتك تحل كذا مره بس البنات عشان ما تزعلش يا سعيد. حاضر حاضر. طيب سعيد وبعد منه فاطمه، يلا يا باشا. تمام الشير يا باشمهندس. احل يا باشمهندس؟ اتفضل اتفضل. سين تكامل جذر السين بالنسبه لدال السين، هنقول الجذر السين هنشيل الجذر ونحط سين نص نص.
تمام؟ يبقى س أس نص زائد واحد هيبقى س أس واحد ونص على واحد ونص زائد الثابت. لو أنا خلصتها كده ماشي الكلام، لو أنا خلصتها كده يبقى ماشي الكلام تمام، والراجل ما يقدرش يقول لي حاجة خالص خلاص تمام. طيب لو واحد قال لي لا دي هي سين، نقفل المايك بقى، نقفل المايك. لا 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 هي بسين أس 3 على 2 تمام، ودي 3 على 2 ومقام المقام يطلع بسط، يعني تطلع كده 2 على 3 سين أس 3 على 2 زائد ثابت. اقول له طب خلاص ماشي، طب انت شايف كده خلاص، لان هي 3 على 2 اللي هي بالظبط كام، 1 ونص. طيب يا فاطمة، يا فاطمة اللي معانا فاطمة تمام، ولا اللي هيحل معايا المسألة دي؟ معايا أميرة ومعايا فاطمة ومعايا ريم، اللي حاسمع ألو كده يبقى معايا هحل. ها تمام. مين؟ أميرة. أميرة معايا، يلا يا أميرة ركزي يا أميرة شوية، ركزي شوية خلاص. يقول لي الراجل عايز تكامل، عايز تكامل دالة س على 3 جذر س بالنسبة لدالة س. يلا بابا طبق 1 على 3 جذر س. انت عايز تخليها كده 1 على 3 مش كده؟ مضروبة في 1 على جذر س بالنسبة لدالة س. تمام يلا معاك. يبقى دي تلت فيه دي جذر س تعتبر 1 س سينوس سالب 2، يبقى 1 على سينوس سالب 2. لا 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 سالب 2 ايه؟ سالب 2 ايه؟ سالب نص تقصد؟ سالب نص يا مستر. ما ماشي يا جماعه، ما انا برد اهو عليه اهو، انا برد عليه اهو مش كده، ولا انت ايه رايك؟ سالب نص ولا ايه؟ ايوه صح كده مش كده؟ مش كده؟ اوكي. طب يلا زودي بقى الاس 1. ها نص زائد 1 زائد 1 واقسم على الاس الجديد اللي هو يعتبر قد ايه بقى؟ سالب نص زائد 1 يبقى سالب 1 ونص. ليه بس؟ ده سالب وده موجب، الموجب مكسب جنيه والسالب خساره، خساره نص جنيه، يبقى انا كسبان نص جنيه اهو، شغل ابتدي اهو. الموجب مكسب، كسبت جنيه وخسرت نص جنيه. طيب يعني دي هتساوي تلت. ها مضروبه في س اس كام؟ على س اس كام؟ س اس على نص كده ولا ايه؟ كده. طيب وفي المقام هنقوله عليها 1 على 2، مقام المقام يطلع فين؟ 2 فوق في البسط، يبقى البسط يبقى هتساوي تلتين س أس نص. ها زائد مين؟ زائد ثابت. ممكن تبسطها لي اكتر من كده ولا كده كفايه عندنا؟ ممكن نقوله تلتين جذر س زائد ثابت، ايه رايك؟ صح ماشي تمام كده. طب خلاص طب خلاص انا يلا. حد عاوز اي استفسار في المساله دي؟ ايوه يا باشمهندس، يعني لو سبتها 2 على 3 س اس نص ده كده مظبوط. انا قلت المره اللي فاتت يا جماعه دي صح ودي 2 صح، يعني انا ما مش كده ولا ايه؟ انا قلت كده صح وكده. أيوة. انا هاخد فوق 5 على 5 وتحت 5 على 5 برضو. ايوه يا باشا، ايوه. طيب ناخد ايه؟ ناخد مساله بالشكل ده كده، ناخد مساله بالشكل ده كده، اخر واحده وهكتب بيها تكامل. اوجد التكامل
خمسة سالب اتنين سين كل أس سبعة بالنسبة لدالة سين. ارفع ايدك كده وانا معك. سعيد مش عايز ينزل ايده ابدا. سعيد فاطمة نزلت ايدها فاطمة وفاطمة رفع ايديها وبكلمها. طيب وعادل مصري طيب فينك يا عادل؟ يا عادل عادل مصري ساعات بحس ان انا بنادي على ناس مش موجودة. اميرة محمد امين اميرة يلا يا اميرة يلا حقك شغلك يلا بابا. انت فاكرة القاعدة دي ولا لا؟ واحد على الف وبنحط الكوز زي ما هو ونزود على الاس نقسم على برافو عليك يلا الف هنا الخمسة يبقى واحد على خمسة. لا غلط. هو ايه الالف؟ سالب اتنين. الالف اللي هو السالب شباب كده اللي هو اتنين. طب لحظة واحدة شباب لحظة واحدة بس شباب. مش معانا البنت دي الغلبانة ها نقوله ألف هي معامل سين. هي معامل سين يعني تبقى واحد على سالب اتنين اهو كده. وقوم عامل ايه؟ خمسة سالب اتنين سين ازود الأس ها واحد واقسم على الأس الجديد يبقى زائد ثابت يبقى ديت هتبقى واحد سالب واحد على ستاشر خمسة سالب اتنين سين أس تمانية زائد ثابت. مين يقبل التحدي اللي جاي؟ أنا يا باشمهندس. وأنا يا باشمهندس. طيب اللي قاله أنا وأنا سعيد ده صح كده سعيد؟ أيوة. ومين تاني اللي قالت أنا يا باشمهندس؟ أنا آية. يلا سعيد وآية في المسألة. يلا ختامها مسك. ختامها مسك. صفحة كمان. أتمنى أن المسألة اللي فاتت بشمهندس واحد على سالب 16 مش سالب واحد على 16. واحد على سالب 16 إيه سالب هي سالب واحد على 16 هي تمام. سالب حطيته في البسط حطيته في المقام هو. طيب خدوا بالكوا بقى. تكامل اهو ها. يلا يا سعيد دال سين مع حضرتك شرط الكسر افتح قوس 3 سين زائد 1 الكل اس 7 بالنسبه لدال سين. يلا يا بطل. تمام 3 سين زائد 1 الكل اس 7 دال سين. تمام الشير راح يا باشمهندس. خالص الناس تحل في ورقه ماشي لغايه ما هنشوفه. سعيد انا ما حلتش خالص ممكن احل. انت مين اللي ما حلتيش؟ انا مش عايز ازعلك. انت مين؟ ريم. يا ريم انا بنادي عليكي من الصبح ما اعرفش انت سبتينا ورحتي فين والله ما سمعتش. طيب يلا لو عايزه تسابقي سعيد وتحل انت يلا باشمهندس. يلا فن يلا يا سعيد وقفت ولا ايه يا سعيد؟ سعيد وقفت حضرتك. والله انت كلمنا ليت على ريم وفاطمه اتكلمت فانا مستني حضرتك. لا يعني انت خلصت كده خلص اللي انا حل في ورقه. والله انا حليت الشغل. مين اللي حلتها؟ انا ايه. ايه حلتها. طيب ومين تاني ممكن يكون حلها؟ انا كمان وريم. وريم طيب حلو ها. يلا فاضل لنا خمس دقايق. فاضل لنا خمس دقايق. انا عاطي فرصه للناس كلها تحل في ورق. انا عاطي فرصه للناس كلها تحل في ورق. قبل ما نقفل بس انا عايز افهم الناس كلها على التليجرام عشان بعد كده مش هبعت اي لينك على الواتس عشان المواعيد الجديده بتاعه رمضان. كل الناس على التليجرام بتاع دبلوم صناعي ولا لا؟ كلنا. طيب لو في حد مش على الدبلوم صناعي عشان مش هبعت اللينك محمد ينايل مش كلنا يا مستر على التليجرام. طب احنا قلنا يا جماعه الاسبوع اللي فات مش كده محمد ينايل
قلنا الاسبوع اللي فات الناس كلها تنقل على التليجرام علشان الواتس ده ممل جدا، وفي في عيال بتخش للبنات بتكلمها كلام مش كويس وبتتصل بيها وبتعمل كده، ها، وبيوصل على 266 وخلاص. انما احنا التليجرام ده معانا اعداد كتير. تمام اسمعوا كل اللي كان ده، خلي برضه برايفت يعني، بعت لهم الرابط على التليجرام، واللي سال ازاي يختار رقمه قلت له يا مستر. طيب احنا كده عملنا اللي علينا يا جماعه، بس حاول تخش على التليجرام. معلش ابعت لهم الرابط بتاع التليجرام على الواتس يا محمد. انا مش على التليجرام يا مستر. طيب ما هيبعت لك الرابط اهو، هيبعت لك الرابط عشان مراجعات اخر السنه. انا مش هخش على الواتس تاني، مراجعات اخر السنه وحل الامتحانات. نعم انا بدخل من على الواتس، مش ما عنديش يعني مش مش عامله تليجرام انا كده. يا ريم ما تدخلي نفسك في التليجرام يا ماما. ريم ده دينا. ها دينا اللي بتكلم. ايوه انا لسه داخله الحصه دلوقتي ومش عارفه المواعيد، ففاتني نص الحصه خالص يعني، اللي هو لسه داخله دلوقتي حالا. هتلاقيها على اليوتيوب ما تقلقيش، هتلاقيها على اليوتيوب. احنا لسه بس خلصنا ايه اول تطبيق في اول درس في التكامل، الحصه الجايه لسه هناخد تطبيقات، هناخد معادله المقاس والعمود عن التكامل وكده. المواعيد ايه؟ المواعيد لسه، ما انا بقول لكم هبعت لكم بقى، ما انا مش عارف رمضان بظروفنا ايه، وفي انا كمان مرتبط بحاجات تانية، هبقى اشوف مواعيدي ايه وهقول لكم، هبلغ الساعه 12. حاضر هحاول، حاضر هنشوف. انت كده كده صارني في رمضان. يلا سعيد ولا ايه؟ سعيد ايوه ايوه يا باشمهندس، يلا بينا ولا ايه؟ ولا نختار ريم ولا ايه؟ لا لا طب اهو انا اللي معاك يا باشا اهو، اتفضل قول لي اعمل ايه. انا هكتب واحد على افتح قوس واكتب 3 سين زائد 1 اس 7 واحد على دول. طب وبعدين هعمل التكامل بتاع القوس تحت. تمام استناني لحظه، استناني لحظه. يلا يا ريم احنا نعمل واحد على القوس وبعد كده نطلع قوس باس سالب 7 وبعد كده نقسم على كده بالظبط كده. استني بقى، استني استني كده، انت كده صح اهو. انا هخلي يا سعيد كده القوس ده زي ما هو كانه س اس 7، هخليه 3 س زائد 1 الكل اس سالب 7 على سالب 7. تمام كده تمام. بالنسبه لدالت س، بالنسبه لدالت س هنبتدي بقى اكمل عادي، 1 على معامل س ب 3 مش كده؟ يلا بينا كملي يا ريم. 3 س زائد 1 اس سالب 7 زائد 1 تبقى سالب 6. تمام على سالب 6 تبقى 1 على سالب 18 دي على 3 فيها الواحد. دي سوري سوري 1 يبقى سالب 1 على 18 18 ها في القوس 3 س زائد 1 3 س زائد 1 الكل اس 6 رجعته لاصله تحت. مش هو كان سالب 6؟ مش هو كان سالب 6؟ ايوه تمام تمام كده، وخلص المساله على كده، ودي تبقى ختامها مسك ان شاء الله. كده خلصنا البدايه بتاعه التكامل. ممكن اكتب مسالتين تحلوهم واجب؟ تمام يا باشمهندس سريت. طيب اشكركم. تمام يا هندسه تمام، اشكركم على حسن تعاونكم. والمساله اهي المساله الاولى، ممكن نبعتها على التليجرام، ممكن نبعتها ارجوكم على التليجرام، بلاش مش عايز الواتس، ارجوكم على التليجرام. هو التليجرام مسموح ان نكتب فيها يا باشمهندس؟ محمد يناير خليهم يكتبوا، خليهم يبعتوا صور يصوروها ويبعتوها. تمام ماشي يا مستر، ممكن نفتحه ساعه مثلا. اول مساله في الواجب 5 س زائد 2 زائد 2 الكل اس 6 بالنسبه لدالت س. دي مساله. المساله الثانيه مستر، واحنا عندنا حصه انجليزي النهارده الساعه 8 ان شاء الله، صلوا المغرب ونيجوا على طول. ماشي الراجل عايز يكامل 4 س تكعيب سالب 6 س تربيع موجب 2 س سالب 5 بالنسبه لدالة س.
بالنسبه لداله س. الناس كلها كتبت ولا لسه؟ انا هو سكرين شوت انا هو سكرين هو اللي قطع الشاشه. تمام خدتوا سكرين شوت؟ تمام اخدتهم؟ ممكن مستر حضرتك اول ما تبعت لنا بس تمام. اول ما ايه؟ اول ما تدخل الحصه حضرتك تبعت لنا لعرفنا حضرتك دخل على الواتس. يا ريت. طيب ما احنا معادنا الساعه 8 ان شاء الله واحنا مفترض يعني ان احنا لو دخلت قبل 8 انت حضرتك كنت بتقول هندخل قبلها بنص ساعه كده يعني. ايوه بالظبط كده. محمد يا نايل معانا في الانجليزي ولا معانا في الانجليزي ولا ماشي؟ لا اكيد اكيد يا مستر معانا معانا. طيب انا هبعت لك اللينك بالله عليك. انت ما عندكش الجروبات بتاعت البنات؟ لا مش عندي. طب بعد صلاه المغرب احاول ابعتهم لك. حاضر تمام ماشي. ابعت لك الجروبات لان هم ثلاثه في الدبلوم للبنات. نقلنا المساله نقلنا المساله لا لها بس يا باشمهندس بعد اذنك يا محمد ليه احنا هنصلي وبعدين نفتح التليجرام ساعه يا محمد بعد اذنك. تمام ماشي يعني مثلا ممكن هفتحه مثلا من 8 من 8 ل 9 مثلا. تمام مشكله ماشي ماشي مش هندسه. تمام تمام شكرا يا باشمهندس.